ما احنا حنانين عليه، ما اقدر نزعله. اذا زعلناه مشكله. لما صارت حكله زي هيك تكيف عليه. من تشوفك تجي. ايوه هيك يعني، انه يعني انك تريده. هسه تصير تحبه. كم هذه؟ لا هذه من المغضوب عليه هنا. هذه مسمينها الصغيرة هذه وطن، أمه حب، أبوه غالي، المجموع كله نادي هنا الرهيف. يعني لو تناسرت نادي الرهيف يجينا كله، عشان كلهن أمهن كانت الرهيفة وسميناها على اسم أمها. والألبل قبل ما عاشت عالم، ميتها مع الألبل، أكلها مع الألبل، حليبة يمضيها مع الأكل. بس الناس اليوم تغير الطقس، أول شيء ما حد يعرف له، وثاني شيء ما ظلت له قيمة عند البادية، استعملوا هالسيارات وهالغنم. وصلنا للجوف أهل البل، وصلوا كل ديرة، حدود قبل ما فيه، البدو وأهل البل شرجون وغربون على بعرينهم. قبل يجون على الحد، تم عايز ميه، عايز اسل، عايز شين، اربع عرينك تعال خذ، ارغنمك جتنا تعال خذ. وينهم هسا؟ اللي يقطع جاي هافي، واللي يقطع شرقي هافي. اليوم الطقس تغير، كلها اليوم بالفلوس، حتى الماده اليوم عصرنا ماده. المشكلة ان الابل ما له كروت، يعني ما تستلم له على في استلام. يعني محل الاعلاف من الحكومة ما في، تستلم للتجار تاخذ علف. بدل ما تاخذ الشوال اللي بتسعة تاخذه ب12 وما تلقاه. شوال مخالط ياخذونها من الحكومة بنيرتين وبالكيه بستة. فأنت مضطر تشتري. ما في علف قبل، لا غنم ولا بل، ما في علف. تغير الوقت، تغير الوقت، تشوف العام جتنا طشة. للعلفات تلقى عندنا غنم، تلقى عندنا بعرين. والله بعادك والله بعرف بيجي من عمان يدور حليب، ياك عنده مريض من عمان يجي يدور حليب ياك. البدوي الاصلي ما يبي حليب ياك. والله جاي وذكرت الله تطلب قنيت حليب ودك دواء. ابيعك ياه لو تسوى 1000 دينار ما اخذتهن منك. اللي تمده لله احسن من اللي تاكله. هيبه بالنسبه لهم يقول لك صعب البل بدوي راعي ما ادري شنو، ام احنا نحس افضل من اي شغله كانت. ما ودي لا وظيفه لا من يحزن. اني سويت لعيني عمليه من الحجر الطبيه. ليلة واحدة إني ما عرفت أنام، قد روحت للعمري مشان أشوف النياق. سولف لي هذا المخ مسجل معهن.